والآن نذهب إلى محافظة المنوفية، وانضم إلينا من هناك الزميل كريم رجب مراسل إكسترا نيوز من مسجد النجار بالمحافظة. كريم صباح الخير وأهلا بك في هذه الجولة، ودقائق قليلة ويرفع أو صلاة أو أذان الجمعة لهذا اليوم. حدثنا عن هذا المسجد الذي تقف بداخله. نعم أمام هذا المسجد وواحد من بين 12 مسجدا في كافة أنحاء محافظة المنوفية سيتم افتتاحهم خلال هذا اليوم بعدما تم بناؤهم مجددا خلال السنتين السابقتين. هذه المساجد أمام هي بالجهود الذاتية وتشرف عليها وزارة الأوقاف، ولكن سنطلع على التفاصيل أكثر حول هذه المساجد والافتتاحات التي تتم خلال هذا اليوم. معي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. بنرحب بحضرتك يا فندم، وما هي التفاصيل الخاصة بهذا المسجد الذي نقف فيه الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احنا النهارده ان شاء الله عندنا عدد افتتاحات 11 مسجد في محافظة المنوفية، وده احد المساجد ال 11، مسجد النجار بمدينة شبون الكوم. والمساجد دي كلها احلال وتجديد مكان مساجد قديمة، يعني ليست على ارض جديدة وانما كان مقام مساجد اصلا، فجددت بالجهود الذاتية على نفخة اهل الخير والمتبرعين من ابناء هذه المحافظة العريقة. والمسجد زي ما انت حضرتك شايفه ما شاء الله يعني مشيد على أحسن طراز معماري، وزي ما أنت شايفه الكاميرا هي أصدق من الكلام. المسجد ده مساحة الصحن بتاعه حوالي 600 متر صافي، وعندنا مصلى سيدات دور تاني، وبيسح حوالي 600 مصلى أو 800 مصلى، لكن في ظروف الاستثنائية بتاعت كورونا ياخد له حوالي 250-300 مصلي بمصلى السيدات. وزي ما حضرتك شايف موضوع العلامات، وكل مصلي بيجي ملتزم بالكمامة والمصلى الشخصي وبيجلس في المكان المخصص له، ولما بينتهي العدد بيغلق باب المسجد، واللي بيصلي بيفرش بره المصلى بتاعه برضه. والحمد لله في التزام من المواطنين والتزام من الناس كلهم، إيه على أساس أن ربنا سبحانه وتعالى ينجينا ويعد هذه الغمة ويكشف عن البلاد والعباد. ما هي أبرز المراكز والمدن يعني التي يوجد فيها افتتاحات خلال هذا اليوم؟ احنا عندنا النهاردة في منوف، وعندنا في أشمون، وعندنا في الباجور، وعندنا في تلا مسجدين، واحد منهم في ميت أبو الكوم، موزعين يعني على مراكز المحافظة. يعني حدثني فضيلة الشيخ على أبرز يعني أبرز الإحصاءات الخاصة بالمساجد هنا في محافظة المنوفية، خاصة خلال يعني السنوات الأخيرة. شوف يا سيدي، وخلال الست سنوات من 2014 حتى الآن أستطيع أقول إن احنا تم افتتاح 70 مسجد بالجهود الذاتية و32 مسجد على نفقة وزارة الأوقاف. المساجد دي كلها تكلفت حوالي 200 مليون جنيه. ال 32 مسجد اللي بناتهم الوزاره تكلفوا حوالي 47 مليون جنيه خلال الست سنوات. ده بالاضافه الى الصيانه، الصيانه ديت بتشمل صيانه دورات مياه، واي دوره مياه بتعمل لها صيانه بتتكلف على الوزاره 300,000 جنيه. في المسجد الواحد. في المسجد الواحد، يعني احنا استطيع اقول لك ان احنا عملنا صيانات 40 دوره مياه متكلفين على نفقه الوزاره 12 مليون جنيه. الدورة الواحدة بتتكلف 300,000 جنيه. أقول لك عندنا مثلا في العام الحالي اللي هو 19-20 عندنا صيانة 6 دورات مياه مكلفين 1,800,000، وأربع مساجد حديثة على نفقة الوزارة هيتم افتتاحهم خلال الأسبوعين القادمين. الأربع مساجد دول مكلفين 10 مليون جنيه. فين يا فندم؟ موجودين في نطاق المحافظة برضه، في مساجد في إدارة تلا، وفي مساجد في أشمون، وفي مساجد في بركة السبع. دي تنشأ لأول مرة ولا أيضا؟ برضو إحلال وتجديد على نفقة الوزارة. العشر مساجد دول من اللي هم منهم ثلاثة على نفقة وزارة الأوقاف، الثلاث مساجد على نفقة وزارة الأوقاف متكلفين 8 مليون جنيه، وستة بالجهود الذاتية أيضا على نفقة المواطنين متكلفين 12 مليون جنيه. ده خلاف العام المالي الجديد اللي هو 2021، ان احنا في انتظار الخطه بتاعته ان شاء الله من الوزاره. عايز اقول ان المنوفيه يعني الحمد لله فيها خير واهلها فيها الخير، ويعني لما ينشا هذا الكم وهذا العدد من المساجد على نفقه المواطنين
في قطاع المساجد يدل ان البلد برضه الحمد لله في الخير موجود فيها وفي اهلها، وعندهم يعني ثقافه بالمحافظه على بيوت الله سبحانه وتعالى والمساهمه في اعمال الخير. ما مدى تعاون الاجهزه التنفيذيه في عمليه الانشاءات والتعاون معكم يعني في بناء المساجد واعاده التجديد الاحلال والتجديد؟ احنا طبعا كل يعني الاعمال عندنا بتتم بالطريق الرسمي، يعني احنا بنبعت مثلا للوزاره نحصل على موافقه للمواطن على الاحلال والتجديد، مجرد ما تجينا موافقه الوزاره بنعطيه للجهات المحليات بتطلع له التراخيص، ما فيش اي مشاكل خالص، والناس كلها متعاونه معانا جدا وبيتم البناء والحمد لله، ما فيش اي مشاكل من اي جهه وقفت ضدنا او عطلت او اي حاجه، والناس كلها متفاهمه ان دي عماره بيوت الله سبحانه وتعالى، فالناس يعني الكل عايز يساهم في مثل هذه الامور. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية. إذن هذه هي التفاصيل الخاصة بالافتتاحات التي ستتم خلال هذا اليوم في محافظة المنوفية، بالإضافة أيضا إلى الإحصاءات الخاصة ببناء وترميم المساجد هنا في هذه المحافظة. إليك همام. الزميل كريم رجب مراسل إكسترا نيوز محافظة المنوفية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وشكرا أيضا موصول ضيفك الكريم على كل هذه المعلومات.